بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. مجالس العلماء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في هذا اللقاء المتجدد من لقاءات مجالس العلماء، ونستكمل معكم في حلقة هذا الأسبوع موضوع الحلقة الماضية حول التحذير من الفتن، التي ألقى محاضرتها صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. وقد استكمل فضيلته حديثه عن الموضوع قائلا: الشهوات تكون بفعل المعاصي، بفعل المعاصي التي تشتهيها النفوس أو غالب النفوس، شهوة الفرج وشهوة البطن، فيقعون في أكل الربا وفي الزنا وفي السرقة وفي شرب الخمر وفي تعاطي المخدرات وفي المعاصي التي دون ذلك من حلق اللحى وإسبال الثياب وغير ذلك من المعاصي. كل هذا من فتن الشهوات التي يزينها لهم شياطين الإنس والجن، ويقولون هذا هو الرقي وهذا هو التقدم وهذا هو الحضارة. وأما التمسك بالسنن، هذا تمسك بالقشور، يقولون هذا تمسك بالقشور، هذا رجعية، هذا جمود، هذا تأخر، إلى غير ذلك من الشبهات، حتى يتجارى معهم ضعيف الإيمان فيقع في هذه المعاصي. وهم يعرضونها على الناس في مختلف الوسائل، ويستخدمون الآن وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، يستخدمونها لعرض هذه المحرمات وهذه الشهوات المحرمة، يعرضونها في القنوات الفضائية، يعرضون النساء عاريات، يعرضون صور المجرمين وهم يفعلون الفواحش، يعرضون العراة، يعرضون المغريات بوسائل إعلامهم وقنواتهم الفضائية. هذا من الفتن التي تصب في كثير من بيوت المسلمين إلا من رحم الله، يعرضونها في الصحف والمجلات الخليعة، حريصون على كل شر ويروجونه بكل وسيلة. هذا من الفتن، هذا من أعظم الفتن التي تجري بين المسلمين، شعروا أو لم يشعروا، فيجب على المسلم أن يأخذ حذرا. هذا هو مجال التحذير من الفتن. هذه فتنة الشبهات، وكذلك من فتن هذه فتنة الشهوات، كذلك من فتنة الشهوات ما ذكره الله سبحانه وتعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. فالأموال فتنة، حب المال فتنة، يجر صاحبه إلى اكتساب المحرم، لأنه يحب المال ويحب جمع المال من أي وسيلة، فحبه للمال يحمله على أن يأخذه من أي وجه، ولا يسأل عن حله ولا عن حرمته، يأخذ الربا الذي هو حرب لله ولرسوله بدافع حب المال، يغش في البيع والشراء ويكذب
ويحلف الأيمان الفاجرة بدافع حب المال ليروج سلعته بالأيمان الفاجرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة، لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وذكر منهم المنفق سلعته بالأيمان الفاجرة. المنفق سلعته رجل جعل الله بضاعته، لا يبيع إلا بيمينه ولا يشتري إلا بيمينه، يحلف على الكذب من أجل أن يحصل على المال ولا يبالي بدينه، كما قال صلى الله عليه وسلم: يبيع دينه بعرض من الدنيا. هذا يبيع دينه بعرض من الدنيا سبب حب المال، فيقع في هذه الجرائم سبب حب المال. وما الذي أوقع السارق في السرقة حتى قطعت يده إلا حب المال؟ وما الذي أوقع الزاني في الزنا حتى رجم بالحجارة ومات تحت الحجارة أو جلد 100 جلدة أمام الملأ إلا حب الفرج والشهوة؟ هذه فتن عظيمة، فتن نسأل الله السلامة منها. قال صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتناً كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمناً ويمسي كافراً، ويمسي مؤمناً ويصبح كافراً، يبيع دينه بعرض من الدنيا. هذا في المال. وأما الأولاد فهم فتنة أيضاً، الله يبتلي بالأولاد لأن الأولاد أمانة وحمل يحمله والدهم، فلا بد إذا جاءه أولاد أن يقوم بما أوجب الله عليه نحوهم من التربية السليمة ومن إلزامهم بطاعة الله ومنعهم من معصية الله وإبعاد الشر عنهم ومراقبتهم ومتابعتهم، أو أنه يهملهم ويتركهم ويسيبهم فيهيمون ويفسدون وينشؤون على الفساد، والمسؤول هو والدهم. قال صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. فالوالد قد تحمل حملاً ثقيلاً نحو أولاده، يأمرهم من سن السابعة، من حين يدخلون سن التمييز يبدأ معهم يأمرهم: يصبر على متابعتهم وأمرهم. كل يوم وكل صلاة، الصلوات الخمس، كل صلاة يأمرهم بالصلاة. لا شك أن هذا فيه تعب، لكن لابد من الصبر احتساب الأجر، ولا سيما صلاة الفجر، يوقظهم من النوم ومن فرشهم، يصطحبهم للمسجد، وربما يكونون عدد من الأولاد، هذا فيه مشقة، ولكن يصبر. واضربوهم عليها لعشر، إذا بلغ سن العاشرة فإنه يؤدب على ترك الصلاة، ويفرق بينهم في المضاجع يعني المراقد، فلا يتركون ينامون جميعا من أجل إبعادهم عن وسائل الشر حتى ينشأوا على العفاف، على الطهر، على سلامة الأخلاق. وكذلك من في البيت من البنات ومن الزوجات ومن الإخوة والأخوات، بل ومن الوالدين إذا كان الوالدان
عندهما تقصير، فالولد مطالب بأن يوجه والديه. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. قال سبحانه وتعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. فالله جل وعلا يبتليك بالأولاد ويبتليك بالأموال. قال الله سبحانه وتعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة وإن الله عنده أجر عظيم. واعلموا أن ما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. تذكر أن الله عنده أجر عظيم، فاصبر على هذه الفتنة وقم بالواجب نحو مواجهتها. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. لا تلهكم أموالكم، البيع والشراء والوظيفة، عن ذكر الله، تمسك لسانك عن الذكر فلا تذكر الله، وإنما تلهو بالقيل والقال والكلام، البيع والشراء، ولا تذكر الله. هذه صفة المنافقين، لا يذكرون الله إلا قليلا، بل اشغل لسانك بذكر الله بين الحين والآخر. ما نقول خل كل كلامك ذكر لله، تكلم بقدر ما تحتاج، ولكن لا تنسى ذكر الله عز وجل، لأن ذكر الله يحيا به القلب. لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، هذا الذكر باللسان، والذكر أيضاً بالفعل، الصلاة. إذا حضرت الصلاة اترك البيع، اترك الشراء، اترك الوظيفة، اذهب إلى الصلاة، كما قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة انتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. قال سبحانه: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه سبحوا له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. فالأموال والأولاد فتنة ومسؤولية عظيمة. ما ظنكم بمن كثر ماله حتى بلغ الملايين والمليارات؟ تكون الفتنة أشد والمسؤولية أعظم، لأنه يوم القيامة سيوقف أمام الله ويُسأل عن هذا المال، من أين اكتسبه وفيما أنفقه، كما في الحديث: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يُسأل عن أربع: عن شبابه فيما أفناه، عن شبابه فيما أبلاه، وعن عمره فيما أفناه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ما عمل به. سيُسأل يوم القيامة عن هذا المال. وربما يحمله حب المال على منع الزكاة التي هي ركن من أركان الإسلام، ركن من أركان الإسلام. المال فتنة، وربما يحمله حبه لهذا المال وشحه بهذا المال أن يمنع الزكاة التي هي ركن من أركان الإسلام. دعك من الصدقة التطوعية والتبرعات، يمنع الزكاة التي هي ركن من أركان الإسلام، إلا من رحم الله عز وجل.
فالذي عنده المليارات والملايين كيف يزكيها؟ كيف يحصي زكاتها؟ كيف ينقيها من الحرام؟ مسؤول عنها ريالاً ريالاً يوم القيامة، مسؤول عنها درهماً درهماً، مسؤول عن حقوقها التي أوجبها الله فيها أو التي شرعها الله فيها، مسؤول عن حقوق هذه الأموال، هل أداها أو بقيت حقوقها فيها يحملها يوم القيامة، فتجعل له صفائح من نار، صفائح من نار يكوى بها جبينه، جبهته وجبينه وجنبه في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يرى سبيله، هذا إن كان ذهباً أو فضة، وإن كان من الماشية ولا يؤدي زكاتها فإنه يفطح لها يوم القيامة في قاع قرقر، فتأتي عليه وتطأه وتنهشه بأنيابها وتطأه بأخفافها وحوافرها في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يرى سبيله، إما إلى الجنة وإما إلى النار. يطوق المال، يجعل له طوق من النار. ولا يحسبن الذين يبخلون بما أتاهم الله من فضله هو خيرا لهم، بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. يجعل هذا المال على شكل ثعبان مملوء من السم، يأخذ بلهزمتيه فيلدغه ويفرغ فيه من السم ويقول أنا مالك، أنا كنزك. مسؤولية عظيمة هذا المال. ولهذا قال جل وعلا إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم، فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم والله شكور حليم. فهذا المال تحبها النفوس وتحبون المال حبا جما، وإنه لحب الخير لشديد، والخير هو المال، فلا يحملك حبه على أن تغامر في اكتسابه من وجوه الحرام أو أن تمنع حقوق الله جل وعلا، إلا أن الله ابتلاك بهذا المال، هل تخرج من مسؤوليته أو أنك تقبر فيه وتعذب فيه يوم القيامة؟ أيها الإخوة، وإن الفتن كثيرة، وما نحن نعاصره الآن كما ترون الفتن كثيرة، تكالب الكفار على المسلمين ظاهر، والمنافقون العدو الأقرب بين أظهرنا أيضاً. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. عدو ظاهر وعدو باطن يحتاج إلى جهاد، الكفار يجاهدون بالسلاح والمنافقون يجاهدون بالحجة. هؤلاء الذين يكتبون ويفترون على الله الكذب ويروجون الشبهات حول هذا الدين ويحللون ويحرمون من عند أنفسهم يحتاجون إلى جهاد، وذلك ببيان ضلالهم وبيان رعايتهم الخبيثة والإجابة عن شبهاتهم والكتابة في الرد عليهم، رد عليهم. وهذا من الجهاد في سبيل الله عز وجل. يبتلينا بهم سبحانه وتعالى من أجل أن نجاهدهم فيه، ذلك ولو يشاء الله
لانتصر منهم، ولكن ليبلو بعضكم ببعض، والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، سيهديهم ويصلح بالهم، ويدخلهم الجنة عرفها لهم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، والذين كفروا فتعسى لهم وأضل أعمالهم. نحن نعيش الآن في فتن كقطع الليل المظلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فيجب علينا الصبر والثبات ومقاومة هذه الفتن والتحذير منها وبيانها للناس، ولا يسعنا السكوت والاستسلام. وجيوش الكفر وجيوش النفاق تقتحم بلاد المسلمين، لا بد من الصبر، ولا بد من الاحتساب، ولا بد من الجهاد في سبيل الله حسب الاستطاعة. هذا من الابتلاء والامتحان. وما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون في آخر الزمان أشد وأشد، فتن تكون في آخر الزمان، يأخذ بعضها برقاب بعض، تتابع، يرقق بعضها بعضا، كل فتنة تأتي يقول الإنسان هذه مهلكتي، ثم تأتي بعدها فتنة أشد منها. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتناً كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمناً ويمسي كافراً، ويمسي مؤمناً ويصبح كافراً، يبيع دينه بعرض من الدنيا. ويقول صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريباً وسيعود غريباً كما بدأ، فطوبى للغرباء. قيل: ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال: الذين يصلحون ما أفسد الناس، وفي رواية: الذين يصلحون إذا فسد الناس. فلا بد أنهم يصلحون في أنفسهم، ولا بد أن يصلحوا ما أفسد الناس. قال صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان يكون القابض على دينه كالقابض على الجمر على خبط الشوك، وذلك لشدة ما يلقى من الفتن والصوارف، إن لم يكن عنده صبر، إن لم يكن عنده يقين، إن لم يكن عنده ثبات، فإنه يزيغ معها وينسلخ من دينه، ولا يبقى إلا أهل الإيمان وأهل الثبات الراسخ. ولكن يحتاج إلى صبر وإلى يقين. وتأتي الفتن الكبرى، خروج أعظم فتنة في آخر الزمان الدجال، المسيح الدجال، الذي أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن نستعيذ من فتنته في كل صلاة. كان يحذر صلى الله عليه وسلم أمته من الدجال، وما من نبي إلا حذر أمته الدجال، وتحذير نبينا صلى الله عليه وسلم أكثر، لأنه آخر الأنبياء عليه الصلاة والسلام، ولأنه قريب من ظهور الدجال. وكان يقول صلى الله عليه وسلم: استعيذوا بالله من أربع: من فتنة المحيا، من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. فالمؤمن في فتن حتى عند الموت، يفتتن عند الموت، وقد يموت على غير الإسلام، ويفتن حتى في القبر، إذا وضع في القبر يفتتن، ويأتيه ملكان فيجلسانه، ترد روحه في جسده، ويحيا حياة برزخية ليست مثل حياته على وجه الأرض، فيقولان له: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ هذه فتنة يختبرانه. فالمؤمن يقول: ربي الله،
والإسلام ديني ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. فينادي مناد أن صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وافتحوا له باباً إلى الجنة ويوسع له في قبره مد بصره فيأتيه من ريح الجنة وروحها وطيبها فيقول يا ربي أقم الساعة، وهو ينظر إلى منزله في الجنة فيقول يا ربي أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي. وأما المنافق الذي كان يظهر الإسلام في هذه الدنيا وليس في قلبه إيمان وإنما يخادع ويكذب فإنه يتلجلج في القبر، ولو كان من أفصح الناس، ولو كان متعلماً، ولو كان حافظاً للكتب في هذه الدنيا، ما دام إنه منافق وليس في قلبه إيمان لا يستطيع الجواب. إذا قيل له من ربك قال ها لا أدري، ما أدري من ربك، من دين من نبيك ها لا أدري، ما دينك ها لا أدري. وهو في الدنيا كان يظهر الإيمان ويصلي ويصوم ويحج لكنه ليس في قلبه إيمان، منافق مخادع كذاب. سمعت الناس يقولون شيئا فقلت، إنما هو مقلد، يقلد الناس بدون إيمان، يقلدهم لأي شيء، لأجل أن يعيش معهم فقط، لا لأجل أنه يؤمل الجنة ويؤمل لقاء الله، وإنما يظهر الإيمان من أجل طمع الدنيا، من أجل أن يعيش في هذه الدنيا. فالخطر عظيم والفتنة مستمرة منذ أن خلق الله آدم إلى أن تقوم الساعة، والفتن مستمرة وتزيد وتزيد في آخر الزمان. فعلينا جميعاً أن نخاف من الفتن وأن نحذر من الفتن ونحذر منها ولا نأمن على أنفسنا من الفتن. إبراهيم عليه السلام ما أمن على نفسه، بل دعا ربه فقال رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. سبحان الله، إبراهيم الذي كسر الأصنام بيده وألقي في النار بسببها يقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، يخاف على نفسه، ما يزكي نفسه، خاف من الفتنة. يبين ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس، هذا هو السبب، يخشى أن يضل مع هؤلاء الكثير. فالإنسان لا يزكي نفسه ولا يأمن من الفتن ولا يأمن من الزيغ ويقول أنا ما علي، أنا عارف، أنا مؤمن، ويغامر بنفسه في الفتن، وقد يهلك في أولها والعياذ بالله، قد يهلك في أول فتنة. لكن إذا ابتلي الإنسان وواجه شيء من الفتن فعليه أن يصبر وأن يوطن نفسه وأن يسأل الله الثبات وأن يوطن نفسه على الثبات. أسأل الله عز وجل يوفقنا وإياكم لصالح القول والعمل، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، كان هذا هو الجزء الأخير من محاضرة صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. وكان عنوان محاضرته التحذير من الفتن، وقد أقيمت في جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض. ختاما مستمعينا الكرام، نشكركم على حسن استماعكم، ونشكر الزميل أحمد الغامدي من الإذاعة الخارجية. لقاؤنا بكم يتجدد بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة وفي مجلس جديد من مجالس العلماء. حتى ذلكم الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.